فلوق ثاني في نفس اليوم. ما قاعد اشوف شيء، ان شاء الله ما تدعمني سياره. الحين نادي النصر يلعب ضد نادي الجزيره في نفس اليوم، بعد تعبنا في الجوله الاولى في الدوري، فاهم؟ كيف ما بقى زياده شيء اوكي، ما بس النصر يلعب ضد الجزيره اليوم في استاد ال مكتوم، فاهم؟ يا مباراه قويه، ممكن تعتبر مباراه الاقوى في هذه الجوله، فاهم؟ بنروح المباراه الحين، المباراه الثالثه وانا محايد، وهذه المباراه واليوم انا حاطر مباراتين في نفس اليوم، فاهم؟ توني مخلص مباراه الوصل والامارات، والحين النصر والجزيره. Let's go بالتوفيق للفريقين. يا الله اللعيبة دخلوا. فاهمين؟ المهم في الملعب. فاهم بيلس أقرب شيء وهو جمهور نادي الجزيرة مو النصر. فاهمين؟ يلا يا جماعتي. Let's go. خذينا تذكرتي اللي ببلاش. يلا. إيه. يلا نروح المباراة الجزيرة ضد النصر. Let's go. فوت البداية بس يلا ندش إن شاء الله. Let's go. يلا دخلنا الجزيرة ضد النصر، والنصر ضد الجزيرة. تو البداية. يلا بالتوفيق للفريقين. الهدف الأول 1-0 للجزيرة، يسجل علي مبخوت الهدف الأول لهم، هالمرة ما ضيعته. جماعتي نهاية الشوط الأول 1-0 للجزيرة. الجزيرة كان أفضل بمراحل في الشوط هذا، سجلوا هدف عن طريق علي مبخوت، حاولوا كم مرة. نتيجة الشوط الأول للمباراة هي النصر 0-1، النصر 0-1. والنصر ما شفته يحاول وايد، ممكن محاولات كانت خجولة، ف الجزيرة أفضل، والجزيرة من مستواه يبين أنه ممكن ينافس على الدوري هذا الموسم. إن شاء الله نشوف شوط ثاني ممتع. وبداية الشوط الثاني النصر ضد الجزيرة. يلا
اوكي الجزيرة يسجلون الثاني، مبروك يسجل الثاني من ركلة الجزاء 2-0 الجزيرة. اقدر اقول ان حسم المباراة، النصر كانوا تعبانين اليوم والجزيرة قدمتها ممتاز. حاول بوسط الملعب لمصر عتلة اباب قسام تسديده يا حبيبي الكولومبي. هدف اول للنصر سجل اللاعب رقم 20 ما اعرف شو اسمه، بس هدف اول لهم في الدقيقة 80. المباراة بتولع اخر 10 دقايق. باقي 3 دقايق ونهاية الوقت الرسمي، هل ممكن يسوي شيء؟ بنشوف. فرحت جماهير الجزيرة بالهدف الثالث. الجزيرة يثبت أفضليته في المباراة بهدف ثالث 3-1. بوزويلو يسجل الهدف الثالث للجزيرة 3-1 لهم. اوكي النتيجة 2-0 النصر 1-0.